إذا السلام عليكم، غادي نتقاسم معكم بسرعة كيفاش يمكن نأبلودي واحد لا فيديو اللي عندي في البي سي ديالي، كيفاش نحطها في اليوتيوب باش كتصبح عندها لو ليان يو ار ال، لأن هاد لو ليان يو ار ال هي السبيل الوحيد اللي عندنا في لا بلاتفورم ديال اين لور اللي حطتها المدرسة باش يمكن تاكسيدي لي فيديو اللي عندك. دونك كندخلوا هذه مسائل عادية، كندخلوا لجوجل، تنمشيو اليوتيوب، كندخلوا اليوتيوب. دونك صفحة بون سي كوم سا، نتمنى ان الاغلبية عنده هاد لا بلاتفورم هادي. كنمشي لهاد لو بلس اللي كاين في اليمين ديال الشاشة ديالكم، فيه ان بلس، وإلا حطيت عليه الكورسور كيولي كرييت ا فيديو، كتكليك عليه تقول ابلود ا فيديو فين كاين. دونك هنا كتكليك على هاد سا ديبون لا فيرسيون ديال ويندوز اللي عندكم، فيها ابلود، فيها لا سيليكسيوني لو فيديو، سيليكسيوني لو فيشيي، سيليكسيوني جو سي با كوا. دونك سيليكت، كتكليك عليه. كتكليك عليك تشوف فين كاين لا فيديو اللي بغيتي تجيب. مثلا انا حطيتها في البيرو مثلا، ولا في لي دوكيمون، ولا فين ما حطيتي. هنا حطيت مثلا لو دوكيمون عندي في البيرو، كنكليك على البيرو، غادي نسكرولي داون باش نشوف لا فيديو اللي عندي اللي غادي نتقاسم. مثلا نعتبرو هي هادي، كنكليك عليها دو فوا ولا اون سول فوا، تنقول اوفريغ، وغتسنى واحد الوقيته. بطبيعة الحال السرعة أو البطء ديال التيليشارجمون راهين بالصبيب ديال الانترنت اللي عندك. كتسنى واحد الوقيتة من طبيعة الحال. أسفل الصفحة أنت كتشوف راه التيليشارجمون راه غادي، كتنتظر واحد شوية من طبيعة الحال. دونك وحنا كننتظروا لا فيديو باش يتم البروسيسين ديالها. من بعد من طبيعه الحال غادي تكليك على النكست والنكست، ومن بعد غتعطيك الفكره ديال بيبلي ولا بابليش. كاينين دي بارامتر، واش بغيتي مثلا هاد لا فيديو هادي تكون اكسيسيبل للناس كاملين، واش بغيتيها تكون بريفي، واش بغيتي تكون سا ديبوند، ما تشوف انت شنو بغيتي. غالبا من الاحسن الا كانت اون فيديو اللي عندها بعد تربوي كيعطيك الفرصة أنك تشاركها. مثلا إلا كليكنا في انتظار هاد الفيديو باش تبريسا، غنكليكيو على النكست، غتقولك مثلا واش بغيتي هاد لو دوكيمو هذا يشوف واحد الوليدات صغار. أنا ما عندي غرض، لأنه متى من باب الرقابة الأخلاقية والقيمية أو القيمية، مثلا أنا ما عندي غرض يشوفوا لي زونفون. واش بغيتي هاد لو دوكيمو مثلا يكون بيبليك ولا يكون بريفي، تنقول أنا جو فو، أنا بغيت هاد لو دوكيمو يكون بيبليك، خاصكو عنده بعد تربوي، ما عنديش فيه شي حاجه اللي كذا. دونك من بعد هذا فيديو ديالي كملات البروسيسين هي هادي، تنقول بيبلي. ومن بعد في لا بوبليكاسيون تيقول لك واش بغيتي تشيري هاد الفيشي في الواتساب، واش بغيتي تشيري مع كذا، سا ديبون. انا كنقول نو، ما بغيت لا نشري لا في الفيس ولا والو. دونك كنسد هاد سميتو، وكيصبح عندي الا رجعت ليوتيوب ها هو لا فيديو هي عندي ديجا لا. دونك كنحلها مثلا، كنحل هاد لا فيديو هادي، وكتعطيني اليورال. اليورال هو هدف اعلى الصفحه، هذا هو اللي خصني ننقل من بعد حيت نحل لا فيديو ديالي. هذا كنقلو، كنقول لك كوبي اند بيست، وهذا هو اليورال اللي خصك تحط في المسطحه ديال اي ليرن، وهو السبيل الوحيد اللي بان لي. لان حتى هذيك دراغ اند دروب ما مقبولاش، لان اون فوا دراغ اند دروب تيقول لك ان الفيديو اللي فايتها 40 ميجا اوكتي ما مقبولش. دونك بهذه الطريقه هذه كتحط كوبي كولي اليو ار ان اللي هو اللي مسيليكسيوني على الشاشه، وكتكوت بيستي في البلاصه فين بغيتي. دونك نتمنى ان هذا الشرح البسيط يحيد هذه الجلاله قدام هذا المشكل ديال كيفاش نحط لا فيديو في المسطحه وتقاسمها مع الوليدات. فوالا، ميرسي.